بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العام. الفقرة 82 بعنوان أحمد ابن حنبل، توكلنا على الله. تربى يتيما وكانت نشأته دينية، طبعا قمر كانت منصوب علامة نصبه الفتحة، كانت نشأته دينية، فخلي بالك ما تنساش كانت، والتاء هنا مش اسم كانت، التاء هنا تاء تأنيث، نشأته هي اللي اسم كانت، وخبر كانت طبعا دينية. وجه إلى العمل في الديوان فرفض وانصرف إلى علم الحديث، وفي سبيل طلب العلم قام برحلات كثيرة كان يحمل فيها أمتعته، دي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يحمل هو أمتعته، والهاء طبعا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. بنفسه جمع ابن حنبل الأحاديث من العراق والشام والحجاز واليمن، والتقى بالشافعي في مكة فسمعه وأحب الفقه وطلب تعلمه، ولم يترك الحديث وكان إماما فيهما. كان يرفض عطاء الخليفة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وفقه يقوم على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، معطوف على مين بقى؟ تابعه، معطوف على أقوال الصحابة والتابعين ولا على الصحابة؟ معطوف على أقوال يعني ولا على الصحابة؟ طبعا الصحابة والتابعين، يبقى التابعين معطوف على الصحابة والصحابة مضاف إليه، يبقى التابعين معطوف مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. السؤال الأول بيقول لي استخرج جملة بعد الإعراب، يعني بيقول لي استخرج جملة لناسخ خبر جملة لناسخ وبين محله الإعرابي. طب خبر جملة يعني ما تنفعش دينية، فلازم أدور على يحمل، صح؟ كان هو يحمل، يبقى ده في محل نصب خبر كان. السؤال التاني بيقول لي حالا وبين نوعه. طبعا انت عارف ان الحال ثلاث أنواع، حال مفرد وحال جملة وحال شبه جملة. الحال المفرد معروف اللي هو زي اهي طلع لك ايه، تربى يتيما، صح كده، حال منصوب علامه نصبه الفتحه. لكن ايه رايك تعالى نفتكر، معلش من زمان كده ما اتكلمناش في الموضوع ده، تعالى نفتكر لما الحال يقع جمله ازاي، يعني بيجي ازاي، اهو الشكل اللي قدامك بيبين لك ازاي الحال لما يقع جمله. اولا جمله يجوز حذفها بعد معرفه، وبها رابط يربطها بصاحب الحال، زي قرات الكتاب افكاره شيقه. تعالى نشوف كده، ادي المعرفة كلمة الكتاب، افكاره شيقة دي جملة، قال لك جملة يجوز حذفها، اهو جملة ما قول قرأت الكتاب يجوز حذفها، مش كده؟ طيب مالها بقى، والكتاب معرفة خلي بالك، يبقى جملة يجوز حذفها بعد معرفة وبها رابط، ملاحظ كلمة افكاره عايدة على الكتاب، في الحالة دي جملة افكاره شيقة جملة اسمية في محل نصب حل الكتاب، دي الحال الجملة، والرابط بتاع الرابط اللي هو الضمير او الحال، جاء الرجل يسعى، اها بقى دي جملة ودي المعرفة، وممكن اقول جاء رجل وفي ضمير مستتر يعود على الرجل، فانتبه لهذه القضية، دي جملة الحال قدامك اهي، سواء جملة اسمية او جملة فعلية، وعلى فكرة نفس المنطق في شبه الجملة بالظبط، ممكن اقول جاء الرجل بين اخوته او في سيارته، يبقى الجمله شبه الجمله، احسن يقول لك طلع شبه جمله وقع حالا، فانتبه برضه هدور على معرفه زائد شبه جمله يجوز الاستغناء عنها وفيها رابط، فجاء الرجل في سيارته، اهي الهاء عايده على الرجل اهي، تمام كده؟ طيب الرابط اهو، لما يجي يقول لي طلع جمله حاله بين الرابط، انا بعيد الكلام ده علشان الناس تفتكر، ها الهاء في تحمله تعود على الرجل، بص كده جاء الرجل تحمله الاسعاف، فين الرابط هنا؟ الضمير الهاء ده اسمه ضمير ظاهر اهو، وممكن ضمير مستتر، رأيت الطفل يبكي، يبقى هو يبقى ضمير مستتر، وممكن الواو قبل هو تسمى واو الحال، اللي هي هنا جاء أخي وهو راكب سيارته، فدي كانت تذكرة بالحال الجملة والرابط. تعال نرجع بقى، طلعنا يتيما حال وكانت حال مفرد، اسم فاعل وبين فعله على وزن فاعل أو من مضمومة مكسور ما قبل الايه يا شباب، مكسور ما قبل الآخر. التابعين، صح، كلمة التابعين على وزن فاعل والفعل منها تابعا، ما بقول لي بين فعله يبقى الفعل منها يا شباب تابعا. السؤال اللي بعدي بيقول لي مصادر اجعلها في جملتين بحيث تكون مجرورة بالفتحة مرة ومجرورة بالكسرة مرة، أبسط طريق وأسهل طريق كم من مصادر نطلع عليه، عايزة مجرورة بالفتحة
هات الكلمة الممنوعة من الصرف خليها من ألف الإضافة وجرها كم من مصادرة. عايز تخليها مجرورة بالكسرة هات فيها ألف ولام أو جر أو هات وراها مضاف إليه كم من المصادر أو كم من مصادر العلم. ده اللي بيقول لي طبعا كم من المصادر ومصادر العلم دي مجرورة بالكسرة. كل العلماء ضمائرهم نقية، اجعل كلمة كل توكيدا، ده سؤال امتحانات، يبقى جيب العلماء في الأول وأقول كلهم ضمائرهم نقية، العلماء كلهم ضمائرهم قوي نقية. ها بقول لي في أي مادة تكشف معجبك عن كلمة عطاء انتبهوا بالله عليكم. أنا عارف لو السؤال ده جه تقريبا نص الجمهورية تكتب عطايا، لا عطاء في عطوى، ودي من كلمات اللي تدونها وتخلي بالك منها أن عطاء في عطوى باب العين فصل الطاء ثم الواو. نجاكم الله من كل خطأ أبناء الطلاب، بحمد الله تمت الفقرة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.